السلام عليكم، مرحبا بكم أصدقائي، مرحبا بكم في دار جديد لتعلم اللغة الإسبانية للمبتدئين. اليوم سنتطرق إلى واحد من الدروس المهمة للمبتدئين وهي نطق الحروف. إذا كنت أول مرة تشاهد فيديوهاتنا نرحب بك وندعوك لمشاهدة فيديوهاتنا من الدرس الأول، ولا تنسى الاشتراك في القناة وزيارة موقعنا الإلكتروني cousinmz.com. فلنبدأ على بركة الله. الحرف A وهو يعتبر واحد من الفوكاليس الخمسة في اللغة الإسبانية. مثال نقول amigo, amigo, صديق. الحرف الثاني وهو b. مثلا Barcelona, Barcelona. الحرف الثالث وهو حرف ث. وكما تلاحظون ينطق بث وليس س. يمكن أن ينطق س ولكن من الأفضل أن تنطقه بث كما ينطق الإسبان ث. وهذا الحرف يتغير حسب الحرف الذي يليه. قبل جميع الحروف ينطق بك إلا في الحرفين إي وآ. مثلا سنترو سنترو. كما تلاحظون قبل حرف إي ينطق ث سنترو وهو المركز. مثلا كلمة فيني فيني. كما تلاحظون قبل حرف إي ينطق ث فيني وهي سينما. أما قبل باقي الحروف ينطق بك. مثلا كولومبيا كولومبيا وهي بلد كولومبيا. مثلا كولتورا كولتورا وهي ثقافة. مثلا كلمة كاسا كاسا وهو منزل. كما تلاحظون قبل الفوكال أو وأو وأ ينطق بك وكذلك في باقي الحروف. مثلا كريستيانو رونالدو كريستيانو رونالدو. هنا حرف س جاء قبل الحرف ر وينطق بك. كما قلنا سابقا قبل باقي الحروف ينطق بك. الحرف التالي وهو دي. مثلا دوندي دوندي أين. يليه الحرف اي اي وهو واحد من الفوكاليس الخمسة. مثلا إسبانيا إسبانيا. الحرف الذي يليه وهو إف إف. مثلا فاما فاما وهي الشهرة. والحرف الذي يليه وهو خ خ. هذا الحرف مثله مثل حرف س ويتأثر بنفس الحروف. مثلا قبل جميع الحروف ينطق بغا غا. أما قبل الحرفين إي وآ ينطق بخ. مثلا خنتي خنتي. كما تلاحظون قبل الحرف إي ينطق خ خنتي الناس. مثال آخر وهو مدينة خيرونا خيرونا. كما تلاحظون هنا خ أتى قبل الحرف إي الفوكال إي ويقرأ خي خيرونا. أما بعد باقي الحروف ينطق بغا. مثلا مالاغا مالاغا مدينة مالاغا. مثلا غوردو غوردو وهو غليظ. مثلا كلمة مي غوستا مي غوستا يعني يعجبني. كما تلاحظون قبل الفوكال آ وأو وأو ينطق بغا وكذلك قبل باقي الحروف. مثلا غرانادا غرانادا وهي مدينة غرناطة. نمر إلى الحرف التالي وهو آتشي آتشي. هذا الحرف إذا أتى في أول كلمة لا ينطق. مثلا كلمة أولا أولا ولا نقول هولا أولا وهي أهلا. مثلا كلمة أوسبيتال أوسبيتال وهو مستشفى ولا نقول هوسبيتال بل نقول أوسبيتال. أما إذا جاء وسط الكلمة في هذه الحالة يمكن أن ننطقها. مثلا كلمة باهاماس باهاماس وهي جزر الباهاماس. نمر إلى الحرف التالي وهو حرف إي ويعتبر كذلك واحد من الفوكاليس الخمسة. مثلا إيسلا إيسلا وهي الجزيرة. الحرف التالي هو خوتا خوتا. مثلا كلمة خامون خامون وهو لحم الخنزير. الحرف التالي وهو كا كا. مثلا كيلو
كيلو. نمر إلى الحرف التالي وهو ال. ال مثلا ليمون، ليمون وهو الليمون. الحرف التالي هو ام، ام مثلا مدريد، مدريد مدينة مدريد. الحرف الذي يليه هو ان، ان مثلا كلمة نادا، نادا لا شيء. والذي يليه هو حرف اني، اني مثلا نقول كارينيو، كارينيو وهو عزيزي. نمر إلى الحرف التالي وهو حرف او، او وهو كذلك يعتبر واحد من الفوكاليس الخمسة. مثلا نقول اوتشو، اوتشو وهو الرقم ثمانية. نمر إلى الحرف التالي وهو حرف ب، ب مثلا بابا، بابا أبي. الحرف التالي وهو كو، كو مثلا كيسو، كيسو ويعني جبن. الحرف التالي وهو ار، ار مثلا مدينة روما، روما. الحرف التالي هو اس، اس مثلا سولو، سولو وحيد. الحرف التالي هو ت، ت مثلا تودو، تودو جميع. نمر إلى الحرف التالي وهو او، او ويعتبر كذلك واحد من الفوكاليس الخمسة. مثلا الرقم اونو، اونو وهو الرقم واحد. نمر إلى الحرف التالي وهو حرف اوب، اوب. هذا الحرف لا ينطق اوفي، ليس في بل ب، مثله مثل حرف ب، واسمه اوب وليس اوفي. مثلا نقول بالي، بالي وليس فالي، معناها موافق. نمر إلى الحرف التالي وهو اوب دوبلي، اوب دوبلي مثلا واشنطن، واشنطن وهي مدينة واشنطن. نمر إلى الحرف التالي وهو حرف اكس، اكس مثلا اكساكتو، اكساكتو يعني بالضبط. أو مثلا نقول اكسامن، اكسامن وهو الامتحان. نمر إلى الحرف التالي وهو حرف اجريغا، اجريغا ويمكن أن تنطقه كذلك اي. مثلا كلمة جو، جو وكذلك يمكن أن ينطق يو، يو يعني أنا. نمر إلى الحرف الأخير وهو ثيتا، ثيتا لا يمكن أن ننطقه زيتا بل ينطق ثيتا. مثلا ثاراغوسا، ثاراغوسا وليس ساراغوسا وهي مدينة ساراغوسا. مثلا مدرب ريال مدريد اسمه زيدان بالإسبانية، زيدان وليس زيدان، زيدان باللغات الأخرى، أما بالإسبانية ينطق زيدان، زيدان. إن تعلم الحروف في اللغة الإسبانية ستساعدنا في الأول والأخير على نطق الكلمات بطريقة سهلة وبسيطة. كما تعلمون نحن في عصر التكنولوجيا والكثير من المعلومات التي نتبادلها تكون عادة عبر الهاتف. مثلا عندما تتصل بشركة الاتصالات ويسألونك عن اسمك فتقول مثلا أنا اسمي كمال، كمال. هذا الاسم بسيط جدا بالنسبة إليك ولكن قد يكون معقد وصعب بالنسبة للإسبان، وفي هذه الحالة يمكن أن يطلب منك الموظف أن تقوم بنطق الكلمة حرف بحرف فيقول مي لو بويدس ديلتريار بور فابور، مي لو بويدس ديلتريار بور فابور. هل يمكن أن تنطقها لي حرفا بحرف؟ مثلا يمكن أن تجيب مي نومبري إس كمال، مي نومبري إس كمال. إس إسكريبي ويكتب كا دي كيلو، أ دي أميغو، أم دي مدريد، أ دي أميغو، ال دي ليمون. مثلا عندما تقول له كا دي كيلو هو يعرف
أي من الكا تبدأ كلمة كيلو فيكتب كا. مثلا عندما تقول له إمي دي مدريد يعرف أن المقصود هي إمي وليس إني أو حرف آخر، فيعرف بأن بكلمة مدريد يعرف أن المقصود هي إمي. وكذلك بالنسبة لإلي، مثلا عندما تقول له ليمون يعرف بأن كلمة ليمون تبدأ بإلي فيعرف أي إلي تقصد أنت. وكذلك الأمثلة التي ذكرناها في هذه الفيديو ستجدونها في صفحتنا الرسمية cousinmz.com. ولا تنسى الاشتراك في القناة ودعمنا بلايك والكومنتير، وإلى اللقاء في درس قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.